أهلا بكم إلى الظهيرة من الميادين. وفي عناوينها: وحتى لو يا زحمة مش مكان آمن في غزة كلها، فيش شبر في غزة آمن، ولن نتهاون ولن نزال ولن نساوم حتى آخر ذرة تراب في أرض فلسطين. الاحتلال يكثف اعتداءاته على مدينة غزة ويجبر الألف على النزوح وينسحب جزئيا من الشجاعية، والمقاومة تتصدى لاعتداءاته على محاور وسط القطاع وجنوبه. وغدات العمليات النوعية للمقاومة الإسلامية في لبنان، تزايد غضب المستوطنين من أداء الحكومة واتهامات لجالنت بإطلاق شعارات فارغة ووعود كاذبة بإعادتهم إلى الشمال. وعائلات الأسرى الإسرائيليين تقتحم الكنيسة وتطالب نتنياهو بعدم الذهاب إلى واشنطن قبل التوصل إلى صفقة. رئيس الشباك يبدأ محادثاته في القاهرة وسط تحذيرات من رفض اتفاق التبادل وازي إلقاء قنبلة نووية على إسرائيل. غدات الفوز المفاجئ لتحالف اليسار في الانتخابات الفرنسية، ماكرون يطلب من رئيس الوزراء البقاء في منصبه من أجل استقرار البلاد، وميلانشون يقول سنعترف بدولة فلسطين. وفي الظهيرة موجز اقتصادي مع الزميلة مريم عثمان. مريم مرحبا. شكرا لك أحمد. في اقتصاد الظهيرة لليوم، منظمة إنقاذ الطفولة تحذر المجاعة تنتشر في غزة وتتوسع، وعدم وصول المساعدات الإنسانية يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والوفيات. وموجز أخبار الرياضة في الظهيرة مع أحمد طه. مرحبا أحمد. مرحبا يارا. في رياضة الظهيرة لليوم، على خلفية الانتخابات البرلمانية الفرنسية، رياضيون ينحازون لفوز اليسار وآخرون يكشفون عن تطرفهم وعنصريتهم. هذه العناوين السياسية والاقتصادية والرياضية نتابعها في الظهيرة، ولكن نبدأ من آخر تطورات العدوان المستمر على القطاع لليوم 76 بعد المئتين. ففي هذا اليوم كثف الاحتلال قصفه العنيفة على مختلف مناطق القطاع، وذلك بالتحديد يعني مستهدفا مجددا آلاف النازحين الذين أمضوا إحدى أقصى وأعنف الليالي وهم يبحثون عن أماكن آمنة، سرعان ما حولها الاحتلال إلى مناطق من القصف العشوائي كما حصل في غرب مدينة غزة. ورغم ذلك بقيت المقاومة على تصديها ومعها جبهات الإسناد. من شمال قطاع غزة المحاصر نستهل ظهيرة مع هذا النداء الذي يختصر بعض ما عاشه ويعيشه الفلسطينيون هناك. نداء أطلقوه في ظل القصف والخوف وظروف مرعبة عاشها أبناء شمال القطاع في ليلة وصفت بأنها من أصعب الليالي. حاصرونا فوق، إحنا كمان والله والله جعانين، وخلان الواحد يحكي زي هيك. بس امبارح كنتوا تحكوا عن هدنه، امبارح كنتوا تحكوا عن وقف اطلاق نار والحديث، واليوم انتوا جايين تجزروا فينا في الشمال. ايش اللي بصير؟ انا مش فاهم، بس كل اللي بدي افهمه انه انتوا لازم تفهموا انه صوره الوضع حاليا كل العيون خليكم مركزين على شمال غزه، لانه احنا مش بس بننباد، احنا بنجوع وبننباد كمان، ومش قادرين ننزح لانه حاليا حركه النزوح مقتصره على بين التفاح جباليا معسكر والغرب، ما فيش اي مكان وينك تروح، كله تحت الطيران وكله تحت القصف. فادعوا لنا، يعني ممكن الساعات الجاية نكون من عدد الشهداء، يعني أسأل الله أنه يتقبلنا، ولكن بتمناش أني أفقد أي حد، فدعواتكم جدا. هذا النداء يأتي فيما يواصل الاحتلال اعتداءاته على شمال القطاع، حيث كان قد ارتقى عشرة شهداء من عائلة واحدة بعدما استهدفتهم نيران الاحتلال في منطقة جباليا النزلة في شمال القطاع. العائلة كانت نزحت من حي الشجاعية بعد تهديدات الاحتلال لها بالإخلاء، حيث جرى قصفها في مكان نزوحها. هذا فيما تواصلت جهود البحث عن المفقودين بين الأنقاض بما توفر من إمكانيات.
لا قبل قليل استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية. احنا بقينا في البيت انا وزوجتي واولادي، ما درينا الا ايش يعني الصاروخ، الصاروخ بخبط، ما يعني ما خدناش ولا اعطينا في الكلام، ما علمناش دار اللاجئين. انا بقول لهم ايش الدعوه؟ لهم بقول له دار اللجان، دار اللاجئين، دار اللاجئين. بنزلت تحت انا واخوتي وقرايبي، بنطلع له وكلها كلها عائله، فيها ناس، فيها نسوين، فيها اطفال، فيها شباب، فيها يعني ملانه اطفال كلها. وفي مدينة غزة تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية بعدما كانت قد توغلت فجر اليوم بشكل مفاجئ في محيط منطقتي الجامعات والصناعة جنوبية حي تل الهوى جنوب المدينة، ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة، في حين تعرضت أحياء في المدينة وفي وسط القطاع لغارات مكثفة أدت إلى ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة آخرين. وكان جيش الاحتلال أصدر أمرا يجبر فيه السكان والنازحين في مناطق بأحياء التفاح والدرج والبلدة القديمة شرقية مدينة غزة بإخلاء تلك المناطق والتوجه إلى ما وصفها المآوي المعروفة غرب المدينة. واستهدفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية مناطق شرقية مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين وتهجير آلاف الأسر إلى المآوي المعروفة في غرب مدينة غزة. وقد وثقت المشاهد نزوح آلاف الفلسطينيين سيرا على الأقدام من حيي التفاح والدرج في غزة. الدول العربية، أنا بالنسبة لي بقول يا رسول الله لا تشفع لهم، لأنهم خذلونا فقط لا غير، ورح نضل صامدين وصابرين بإذن الله عز وجل، ولن نتهاون ولن نذل ولن نساوم حتى آخر ذرة تراب في أرض فلسطين. حتى لو قصفوا بيوتنا ودمروا بلادنا، إحنا لو على ذرة تراب سبحان فيها عرس فيها ذنان فيش مية فيش أكل فيش شرب، إحنا صامدين بإذن الله عز وجل. ربنا هو اللي بيطعمه وربنا هو اللي بيشرب، مش الدول العربية هم اللي خذلونا. إحنا كان أملنا بالله عز وجل ثم فيهم، لكن الآن خلاص من نكبة لنكبة لتهجير لتهجير، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا الله كم من مرة نزحت؟ نزوح كتير ومش بلاقيين مكان نقعد فيه، كم نزوح. وحتى لو نزحنا فيش مكان آمن في غزة كلها، فيش شبر في غزة آمن. لإمتى يا الله؟ إحنا مطالب كل إحنا مطالب الله بس، بطلنا نعمل مناشد لحكام العرب، بطلنا نناشد حكام العرب كلهم وقفوا الحرب، بس إحنا بنصلي ونقول ربنا وقف الحرب، لأنه ما ضلش بعد هيك الكلام، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا من خان يونس ينضم إلينا مراسل الميادين أكرم دلول، أهلا بك أكرم. يعني هذا التوغل الإسرائيلي في عدة مناطق في قطاع غزة والنزوح الجديد للفلسطينيين في غزة، كيف يمكن أن نفهمه أكثر ميدانيا، خاصة في ظل تصدي المقاومة حتى هذه اللحظة لهذه القوات المتوغلة؟ يعني كل ما يجري بالتأكيد يارا يأتي في إطار العدوان الإسرائيلي الشامل على أهالي قطاع غزة والضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة ومن ثم على المقاومة، لا سيما في ظل الحديث الدائر عن مفاوضات تجري هنا وهناك من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة بين المقاومة في غزة والاحتلال الإسرائيلي. الذي يجري هو محرقة كبيرة بحق سكان مدينة غزة تحديدا، لا مكان آمن بالفعل يذهبون إليه. كان في السابق يعني يطلب من المواطنين الذهاب إلى مدارس، إلى مراكز إيواء تأويهم، ومن ثم في بعض الأحيان يقصفون، لكن هذه المرة يطلب منهم أن يتوجهوا إلى أماكن يفاجأوا بأنه يتم قصفهم فيها، وكذلك بأن جيش الاحتلال يناور وينفذ عمليات عدوانية فيها. الذي جرى في مناطق التفاح والدرج وكذلك البلدة القديمة من غزة أن جيش الاحتلال أصدر أوامر إخلاء يعني قسرية للسكان من هذه المناطق. بدأ المواطنون حفاة يعني يذهبون إلى المناطق المفترض أن تكون آمنة،
نساء أطفال شيوخ كلهم فوجئوا بأن الدبابات الإسرائيلية تقصف في المناطق المفترض أن تكون آمنة ويذهبوا إليها وهي مناطق تل الهوى والصناعة والجامعات. عدد كبير من هؤلاء النازحين قضوا بفعل رصاص المسيرات الإسرائيلية تحديدا مسيرات الكواد كابتر التي عادة ما تلاحق هؤلاء المواطنين والنازحين وبالتالي تقصفهم وتقتلهم دون أي رحمة ولا فرق في قاموس الاحتلال الإسرائيلي بين هؤلاء النازحين إن ما كانوا صغارا أو كبارا. عموما الذي يجري حتى الآن أن الغارات الإسرائيلية بعد الليلة الدامية على مدينة غزة لم تتوقف، القصف المدفعي مستمر ويأخذ وتيرة متسارعة. جيش الاحتلال في آخر ربما المعطيات التي وردت إلينا بدأ يطلب من سكان مناطق واسعة وأحياء ربما يمكن القول أنها تمثل أكثر من 80% من أحياء مدينة غزة بالإخلاء. الناس لا تعرف إلى أين تذهب. جيش الاحتلال يطالب المواطنين بالذهاب إلى ما يسميها مجددا بمناطق آمنة في جنوب الوادي. نحن الآن نتواجد في جنوب الوادي، هذه المناطق ليست بآمنة لا في الوسطى ولا في خان يونس ولا في رفح، فكل المناطق في غزة ما زالت تتعرض إلى العدوان الإسرائيلي. في محاور التوغل في مناطق تل الهوى والصناعة والجامعات الاشتباكات تبدو محتدمة بين المقاومة وجيش الاحتلال الذي بدأ ينسف مربعات سكنية جديدة وإن كان قد نسف يعني من قبل كثير من هذه المربعات في عمليات برية عدوانية سابقة. أكثر من مرة جيش الاحتلال توغل في هذه المناطق ومن ثم انسحب، يعني أشاع فيما بين الجمهور الإسرائيلي والإعلام الإسرائيلي بأنه يعني قضى على البنية التحتية للمقاومة ومن ثم الآن يناور مرة ثانية ويتوغل مجددا، وهذا يشير إلى إخفاق إسرائيلي يعني مع مرور الوقت بل ومقاومة أشد كلما عاد الاحتلال إلى هذه المنطقة أو تلك. هذا إذن الذي يجري في غزة والتي ما زالت فيها المناطق الشرقية من حي الشجاعية تشهد عدوانا إسرائيليا واسعا مستمرا، وإن كان جيش الاحتلال كما أشرنا في سياق تغطياتنا قد تراجع عن بعض محاور الشجاعية كبداية شارع المنصورة وكذلك محيط سوق الجمعة، لكن جيش الاحتلال ما زال يعني يتمركز في الكثير من محاور حي الشجاعية حيث تجري الاشتباكات بين المقاومة والاحتلال. إذن نحن نتحدث عن أوضاع إنسانية قاسية، أوضاع ميدانية تشير إلى نوايا مبيتة لدى الاحتلال بمزيد من القتل والتضييق على المواطنين. المشهد في غزة لم يكن يعني بمنأى عن المشهد في عموم محافظات القطاع. رفح ما زال فيها الشهداء على مدار الساعة في ظل القصف الجوي والبري والبحري وأيضا عمليات نسف المنازل تحديدا في غرب المدينة في الحي السعودي حيث تتصدى المقاومة الفلسطينية هناك لجيش الاحتلال. خان يونس شرقا القصف المدفع فيها يكاد لا يتوقف رغم وجود النازحين، وفي المنطقة الوسطى كذلك الأمر لا يختلف. إذن نحن نتحدث عن عدوان شامل على كل محافظات قطاع غزة. أشكرك كل الشكر أكرم دلول مراسل الميادين كنت معنا من خان يونس. وعلى محاور رفح وشجاعية تستمر المعارك العنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال، فيما أقر جيش الاحتلال بأن ضابطا في الكتيبة 82 أصيب بجروح خطرة خلال معارك في شمال قطاع غزة. ونشرت سرايا القدس مشاهد من قصف مركز قيادة عمليات جيش الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. كذلك نشرت كتائب المجاهدين مشاهد من استهداف مجاهديها تموضعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي فيما يسمى محور نتسارين بالصواريخ. ونحن في كتائب المجاهدين نقول له بإذن الله ها هي قدرات المقاومة، سنجعل راجماتنا تأكل أجساد جنودك. الله أكبر ولله. إلى ذلك أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن القدرات البشرية لكتائب القسام بخير كبير وأنها تمكنت خلال الحرب من تجنيد آلاف من المقاتلين الجدد. ومن هنا فإننا نؤكد بأن القدرات البشرية لكتائب القسام بخير كبير بفضل الله تعالى، وقد تمكنا بعون الله خلال الحرب
من تجنيد الآلاف من المجاهدين الجدد من صفوف الإسناد، وهناك آلاف آخرون مستعدون وبدافعية كبيرة للالتحاق متى لزم الأمر. كما تمكن مجاهدون بفضل الله من إعادة تأهيل وترميم بعض المقدرات المهمة، وتجهيز الأفخاخ والكمائن، وتصنيع العبوات والقذائف، وإعادة تدوير عدد كبير من مخلفات العدو من قنابل ومتفجرات وصواريخ ألقاها العدو على أهلنا المدنيين بكثافة عالية جدا وغير مسبوقة في تاريخ الحروب. إلى جبهة الإسناد اللبنانية، حيث زفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد مصطفى حسن سلمان من بلدة القليلة في جنوب لبنان الذي ارتقى شهيدا على طريق القدس. وأبو عايدة، منتصف الليلة الماضية استهدفت طائرات مسيرة إسرائيلية سيارة من نوع رابيد ودراجة نارية في بلدة القليلة في قضاء صور، وأفاد مراسل الميادين باستهداف قوات الاحتلال مزرعة للمواشي في طورة بمنطقة جزين، ما أدى إلى نفوق عدد كبير من رؤوس الماعز وفقدان الراعي وتدمير المزرعة. كما نفذ الاحتلال بغارات حربية على عدة قرى في جنوب لبنان. المقاومة الإسلامية كانت قد شنت هجوما جويا بأسراب متتالية من المسيرات الانقضاضية على مركز الاستطلاع الفني والإلكتروني بعيد المدى، أو ما يسمى مرصد التزلج الشرقي في جبل الحرمون في الجولان السوري المحتل، وحققت فيه إصابات مباشرة. الطائرات الانقضاضية أصابت قباب الموقع وتجهيزاته التجسسية والاستخبارية ومنظوماته الفنية، ما أدى إلى تدميرها واندلاع النيران فيها بشكل كبير. هذا ونشرت معلومات عن عملية استهداف مركز الاستطلاع الفني والإلكتروني البعيد المدى على الاتجاه الشرقي في جبل حرمون. وهذا الموقع المستهدف هو أعلى هدف يتعرض لقصف المقاومة منذ بداية معركة طوفان الأقصى، ويقع على ارتفاع 2230 مترا عن سطح البحر، ويغطي ويرصد الاتجاه الشرقي من سوريا إلى العراق والأردن وتبوك حتى الحدود الإيرانية. والآن نتابع آخر التطورات في جبهة جنوب لبنان مع مراسل الميادين حسين السيد. حسين، مرحبا، ماذا في آخر تطورات المشهد في جنوب لبنان والبلدات التي تعرضت لاعتداء إسرائيلي اليوم، وهل هناك أي عمليات جديدة قامت بها المقاومة باتجاه المواقع الإسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة؟ مرحبا أحمد، حقيقة لا تطورات بارزة رصدناها اليوم منذ ساعات على هذه الجبهة. آخر ما رصدناه كان قصف مدفعي إسرائيلي تركز على أطراف بلدة برعشيد وأيضا قرية شقرة، كذلك الأمر كان سبق ذلك قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة عتاء الشعب من جهة بلدة رميش في القطاع الأوسط، وأيضا تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب وصولا إلى العاصمة بيروت. هذا عن أبرز التطورات حتى هذه الساعة. طبعا سبق ذلك عدد من
من الاعتداءات الإسرائيلية، تحديدا في ساعات ما بعد منتصف الليل وصلت الغارات الإسرائيلية إلى طورة في جزين، استهدفت مزرعة مواشي ما أدى إلى نفوق عدد كبير من المواشي. أدانت وزارة الزراعة اللبنانية هذا الاستهداف باتجاه المزارعين والمتكرر باتجاه هؤلاء المزارعين، خصوصا على الحافة الأمامية، المزارعون الذين يعملون في حقولهم تحديدا في بلدة الوزاني وغيرها من القرى الحدودية. إذن هذا الاستهداف يضم أيضا إلى غارة من مسيرة استهدفت بلدة القليلي. كذلك الأمر، كان هناك غارات إسرائيلية في القطاع الشرقي تحديدا تركزت على بلدة رب الثلاثين وأيضا عدد من البلدات في ذلك الاتجاه. كذلك الأمر، كان هناك غارة على بلدة عيتاء الشعب. إذن نتحدث عن هذه الاعتداءات التي سجلت منذ ساعات ما بعد منتصف الليل حتى هذه الساعة. بالطبع سبق ذلك يعني يوم مشتعل على هذه الجبهة بنيران المقاومة الإسلامية في لبنان، وجهت نيرانها باتجاه قواعد إسرائيلية بارزة واستراتيجية. نتحدث عن مرصد التزلج الشرقي، هذا الموقع الذي يقع على ارتفاع أكثر من 2200 متر عن سطح البحر، استهدفته المقاومة الإسلامية في لبنان بالمسيرات الانقضاضية. طبعا أحمد، هذا دليل على كفاءة هذه المسيرات وقدرات المقاومة العالية، القدرات العسكرية لديها في استهداف هذه المواقع الإسرائيلية. نتحدث عن علو شاهق استهدفته بمسيرات، مع أن أنظمة الدفاع الجوي في تلك المنطقة كثيفة، وأيضا عدا عن احتواء هذا الموقع نفسه يعني أنظمة تشويش عالية خصوصا على حركة المسيرات. إذن هذا الاستهداف للموقع البارز الذي يصل يعني مدى عمله إلى أطراف إيران وحتى العراق، يستهدف للمرة الأولى خلال هذه المواجهة، ويستهدف للمرة الأولى منذ عام 73. يضم هذا الاستهداف أيضا إلى استهدافات بارزة باتجاه ثكنة نيمرا، هذه الثكنة التي تعد ثكنة أساسية في الشمال، وهي ثكنة إمداد عسكري، وبالتالي تحتوي العديد من المخازن للأسلحة للجيش الإسرائيلي الذي يعمل في المنطقة الشمالية. استهدفتها المقاومة الإسلامية بصواريخ الكاتيوشا، أدى هذا الاستهداف إلى اشتعال الحرائق. كذلك الأمر أدى إلى إصابة مستوطنين وإلى حالة هلع في صفوف هؤلاء المستوطنين، لأنه يقع على عمق 30 كيلومترا. على عمق 9 كيلومترات استهدفت المقاومة قاعدة ميرون للتحكم الجوي، هي قاعدة مسؤولة عن التحكم بحركة الطيران الجوي الإسرائيلي الحربي طبعا في أجواء لبنان، وهي من تنفذ أو تعطي الأوامر لتنفيذ عمليات الاغتيال، خصوصا التي حصلت في منطقة البقاع، وهذا ما ردت عليه المقاومة من خلال هذه الاستهدافات الثلاثة. قاعدة ميرون كانت أحد هذه الأهداف الثلاثة التي وجهت صواريخ المقاومة إليها وأصابتها بشكل دقيق. رصدنا تصاعد الدخان من هذه القاعدة الإسرائيلية، أيضا المستوطنون صوروا هذه القاعدة وهي تتعرض للاستهداف. أيضا هذا الاستهداف يضاف إلى استهدافات أخرى بارزة، لعل أبرزها أيضا في إليت، تحديدا موقع مستحدث للفرقة 91، هذه الفرقة التي يقع موقعها الأساسي في ثكنة برانيت، ولكن بعد الضربات المتتالية للمقاومة الإسلامية في لبنان على هذه الثكنة خصوصا بصواريخ البركان، اضطرت لاستحداث موقع تم استهدافه على عمق 9 كيلومترات بصواريخ الكاتيوشا. أيضا كان هناك استهداف باتجاه ثكنات عسكرية في منطقة ليمان على الساحل في شمال فلسطين المحتلة، ووجهت أيضا المقاومة الإسلامية نيرانها باتجاه عدد من المواقع، هي موقع البغدادي وأيضا مواقع أخرى مثل بركة ريشة، هذا الموقع الذي استهدفت فيه المقاومة يعني تجمع لجنود الاحتلال وألحقت فيهم يعني خسائر كبيرة. باعتراف وسائل الإعلام الإسرائيلية في بداية الأمر 5 إصابات، بينهم إصابتان خطيرتان. طبعا المروحيات بحسب ما رصدنا أو مروحية على الأقل هبطت في منطقة قريبة من هذا الموقع بالتوازي مع تكثيف الاحتلال لقصفه المدفعي ورمي قنابل دخانية للتغطية على سحب هؤلاء الجنود الذين جرحوا وقتلوا في هذا الاستهداف بعد عملية رصد واسعة من قبل المقاومة الإسلامية. إضافة إلى استهداف تجهيزات التجسسية في موقع الراهب، وهذه التجهيزات تستهدفها المقاومة بشكل متكرر لتسمح لها أو ما يسمح بحرية عمل على الحافة الأمامية، وأيضا بعض هذه التجهيزات تكون مسؤولة على رصد المسيرات واستهداف أو التشويش على هذه المسيرات، وبالتالي استهدافها يسمح للمقاومة بإدخال مسيراتها سواء استطلاعية أو الانقضاضية إلى عمق شمال فلسطين المحتلة لرصد أهداف عسكرية مستحدثة، وأيضا ضرب هذه الأهداف على عمق
كبير كما شاهدنا في رد المقاومة على اغتيال القائد أبو نعمي عندما استهدفت 12 ثكنة عسكرية إسرائيلية معظمها بالمسيرات الإسرائيلية بالمسيرات الانخضاضية التي وصلت إلى عمق نحو 35 كيلومترا. إذن هذا بالمجمل آخر التطورات حتى الساعة على جبهة الإسناد اللبنانية. ورسولنا حسين السيد، شكرا لك، كنت معنا من جنوب لبنان. مع دخول جبهة الإسناد في الشمال شهرها العاشر، يتزايد الإدراك في إسرائيل بأن حزب الله نجح في مركمة إنجازات ميدانية وعملانية وفي فرض معادلات رد وردع على الجيش الإسرائيلي. تقرير منال إسماعيل. في الوقت الذي كان فيه وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالنت يطلق التهديدات ضد حزب الله من جبل الشيخ الذي أمطره الحزب بعشرات الصواريخ، كان الغضب يتحكم بالمستوطنين في الشمال عند الحدود مع لبنان، ويتهمون جالنت بإطلاق شعارات رخيصة وكلام فارغ لا يؤدي إلى تغيير الواقع الاستراتيجي الصعب الذي فرضه حزب الله على جبهة الشمال. 9 أشهر مضت على إفراغ الشمال من ساكنيه، و9 أشهر مضت على الفشل المستمر للحكومة والجيش الإسرائيليين هناك بحسب محللين إسرائيليين، حيث لا ضوء في نهاية النفق بالنسبة إلى المستوطنين بحل قريب في الأفق، ولا سيما أن حزب الله ثابت على معادلته التي تربط بين جبهتي الشمال والجنوب. أعتقد أن الأفق مسدود والأزمة الاستراتيجية مستمرة. الفشل المدوي في الحزام الأمني نفسه في أراضينا مع 70,000 نازح لا يعرفون متى يعودون لا يزال قائما. أكثر من ذلك، نحن في الشهر 9 للحرب، لا يوجد أي مبرر في العالم لكي تستمر الحرب 9 أشهر. هذا فشل خطر في إدارة الحرب. أعتقد أن كل السيناريوهات المتعلقة بالشمال، إذا كنا نريد التوصل إلى تسوية قبل الحرب، مرتبطة بتهدئة الجبهة الجنوبية. قدرة حزب الله على توسيع مدى الصواريخ متى أراد ذلك وإدخال المزيد من المستوطنات في دائرة نيرانه التي أحرقت الشمال إنجازات تسجل له بحسب معلقين إسرائيليين مقابل الجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية. بمعزل عن نجاحه في إخلاء الشمال من السكان والسياح، للأسف يسجل نصر الله إنجازا بين مزدوجين في هذه الصور للمحميات الطبيعية التي احترقت في الشمال. أكثر من 86,000 دونم في الجليل الأعلى والجولان احترقت بالكامل منذ بداية الحرب. استهداف حزب الله للشمال ليس عشوائيا وانتقاميا ومن دون تمييز كما يعتقد البعض، بل هو محسوب وموجه بحسب خبراء عسكريين إسرائيليين نحو القواعد العسكرية والمواقع الحساسة، ما يهدد قدرات الدفاع والاستخبارات لدى الجيش الإسرائيلي في الجليل والجولان المحتل ويعطلها في أي حرب شاملة. منال إسماعيل، الميادين. إلى إيران، حيث حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني من أن أي مغامرات إسرائيلية يمكن أن تهدد كل الأمن الإقليمي والدولي. كنعاني شدد على ضرورة التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه أي مغامرة إسرائيلية. أي اعتداء على لبنان يزيد من تعقيدات التوتر الإقليمي ويهدد السلام والاستقرار في المنطقة، ومغامرات الكيان الصهيوني يمكن أن تهدد كل الأمن الإقليمي والدولي. لذا نؤكد ضرورة التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه أي مغامرة صهيونية ورد عليها بجدية وحزم. التجربة أثبتت أن الشعب اللبناني وجيشه وحكومته أقوياء، والمقاومة في لبنان أقوى من أي وقت مضى، مستعدة للدفاع عن أمن لبنان ومواطنيه. بالتأكيد، إيران تعتبر الدفاع عن لبنان وأمنه وحكومته وشعبه ومقاومته مبدأ أساسيا، ولا تتردد في دعمه وحماية أمنه عند الحاجة. على الكيان الصهيوني أن يكون حذرا من عواقب أي مغامرة قد يقدم عليها في المنطقة ولاسيما في لبنان. إلى الضفة الغربية التي شيعت اليوم الشهيد القسامي أحمد أبو الهيجة في بلدة كفردان غرب جنين، والذي كان قد ارتقى متأثرا بجراحه من جراء قصف الاحتلال على جنين قبل أيام. وقد جرت مراسم التشييع على وقع الهتافات المتمسكة بالمقاومة، فيما قالت والدة الشهيد لو عاد ابني سأدعه يقاوم مجددا. Oh, my God!
مبروك على كل شهيد، مبروك على كل، الله يرضى عليه، الله يرضى عليه، الله يرضى عليه. خليهم يجي اليهود يشوفوا، خليهم يجوا قهرهم ان شاء الله قاهرهم. هو اياته بطل زيه، الله ينتقم من اللي بوز عليهم، الله ينتقم، الله ينتقم منهم الجواسيس. اليوم لو بطن جاب اخرى 10 وزيه اليوم حبيبي. الحمد لله رب العالمين، وانا متوقع باي لحظه. ومن سنتين ابني العام، اول العام شهر 9 طبق السنتين، ابني المسعف كامو مستشهد، بكى صوب هيك واستشهد وكامو حط بالامبلانس وما اسعفوش لانه ابني مستشهد. طلع ما طب اشتغل الكلب عنده ورجع وابني قاوم، وابني لو رجع راح اخليه قاوم، راح اخليه قاوم، راح اخليه قاوم. ان شاء الله يا رب كل فلسطين تصير زيهم وبحاربوهم وبيطلعوا عينيهم، وان شاء الله ان شاء الله ربنا بنصرهم، بنصر اهل غزه ان شاء الله، وبنصر اهل فلسطين، بنصر الكل وبرجعها. وفي ملف المفاوضات، بدأ رئيس الشباك رونين بار محادثاته في القاهرة حول سبل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى واتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وبحسب الإعلام الإسرائيلي فإن رئيس الشباك سيبحث مع مسؤولين وصفهم برفيعي المستوى في مصر عدة قضايا، من بينها السيطرة على معبر رفح وبناء عائق تحت الأرض بين القطاع ومصر، على أن يتوجه الأربعاء المقبل إلى قطر لعقد لقاءات عمل مع كبار المسؤولين في الدوحة بحسب الإعلام الإسرائيلي. ويأتي ذلك فيما أظهرت وسائل إعلام إسرائيلية القلق الداخلي من محاولات نتنياهو عرقلة صفقة التبادل بعد إعلانه عما سماه مبادئ صفقة لتحرير مخطوفين، مشيرة إلى أنه كبل نفسه وفريق التفاوض بحيث لن تستطيع إسرائيل التراجع عن هذه المبادئ الجديدة. وتألفت القائمة من 4 بنود، بينها السماح لإسرائيل بالقتال مرة أخرى حتى تتحقق جميع أهداف الحرب، ومنع تهريب الأسلحة إلى حماس، ومنع عودة الآلاف إلى شمال غزة، وزيادة عدد الأسرى الأحياء الذين سيعادون من أسري حماس. في غضون ذلك اتخذت التظاهرات الاحتجاجية في تل أبيب طابع العنف مع ارتفاع حدتها ضد حكومة نتنياهو، حيث طالب المتظاهرون باستقالتها والتوجه إلى انتخابات جديدة، لكن بعد إبرام صفقة تبادل للأسرى. هذا واقتحم أقارب للأسرى الإسرائيليين مبنى الكنيسة اليوم، حيث أقدم الأمن على طردهم بالقوة. هذا وطالبت عائلات الأسرى نتنياهو بعدم الذهاب إلى واشنطن قبل إعادة المختطفين، وأشاروا إلى أن إلقاء خطاب بالكونغرس قبل التوقيع على صفقة هو خطيئة إزاء هدف الحرب الأساسي المتمثل بإعادة المختطفين. إلى فرنسا التي حققت انتخاباتها التشريعية مفاجأة من خلال فوز تحالف اليسار وحلوله في المركز الأول. هذا فيما حل معسكر الرئيس الفرنسي في المركز الثاني ومعسكر أقصى اليمين في المركز الثالث. وفي أول موقف له بعد فوز اليسار قال زعيم حزب فرنسا غير الخاضعة جون لوك ميلانشون إنه يجب الاعتراف بدولة فلسطين. We'll be right back.
حدث ما لم يتوقعه أحد. أقصى اليمين يمنى بهزيمة مقارنة بالتوقعات التي كانت تعطيه ضعفي عدد المقاعد التي حصل عليها فعلا، وحل تحالف اليسار أولا بعدد مقاعد الجمعية الوطنية ومن خلفه تحالف الرئيس ماكرون. هذه النتائج خلطت الأوراق من جديد، واستبعاد أقصى اليمين من السلطة لم ينهي الأزمة السياسية الفرنسية. تأليف الحكومة المقبلة يبقى مهمة في غاية الصعوبة. رئيس الحكومة أعلن أنه سيقدم استقالته، واليسار يطالب بتأليف الحكومة. على الرئيس أن يعترف بالهزيمة وأن ينحني لإرادة الفرنسيين وألا يحاول الالتفاف عليها بأي شكل من الأشكال. على الرئيس أن يستدعي الجبهة الشعبية الجديدة لتحكم، وهذه الجبهة جاهزة لذلك، وهي تحترم خيار الفرنسيين الذين اختاروها للحكم. التكتل السياسي الذي أمثله حصل على 3 أضعاف ما كان متوقعا له، ومع ذلك لم يحصل على الأكثرية. واستنادا لذلك وللتقاليد الجمهورية، سأقدم استقالتي إلى رئيس الجمهورية. حلم جوردان بارديلا زعيم التجمع الوطني أو أقصى اليمين بترأس الحكومة المقبلة تبخر، والمسؤولية يحملها لما سماه تحالف العار. للأسف تحالف العار والترتيبات الانتخابية الخطيرة التي أجراها إيمانويل ماكرون وجابرييل أتال مع تحالف اليسار المتطرف حرم الفرنسيين مشروع التعافي الذي تبنوه بقوة خلال الانتخابات الأوروبية وانتخابات الأحد الماضي مع ما يقرب من 34% من الأصوات. فوز اليسار الفرنسي في هذه الانتخابات حرك الشارع، حيث عبر جزء من الفرنسيين عن فرحته بخسارة أقصى اليمين من خلال تجمعات حاشدة في بعض الساحات ومسيرات سيارة في الشوارع. حالما بدأت النتائج بالظهور التي قلبت كل المعادلات واستطلاعات الرأي وأطاحت أحلام أقصى اليمين بالوصول إلى السلطة، علت أصوات الفرح من ساحة الجمهورية هنا، واختلطت أعلام فرنسا وحزب فرنسا غير الخاضعة بأعلام فلسطين. مصعص من ساحة الجمهورية في باريس، الميادين. في غضون ذلك طلب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من رئيس الوزراء جابرييل أتال الذي حضر إلى قصر الإليزي لتقديم استقالته، طلب البقاء في منصبه في الوقت الراهن لضمان استقرار البلاد وفق ما أعلنه القصر الرئاسي. وأضافت الرئاسة غداة الانتخابات التشريعية التي شهدت فوز تحالف اليسار أمام المعسكر الرئاسي ومن بعده أقصى اليمين أن ماكرون شكر رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال لقيادته حملتي الانتخابات الأوروبية والتشريعية. Le risque d'une majorité absolue dominée par la France insoumise. ينضم إلينا مفاد الميادين إلى باريس. موسى عاصي، أهلا بك موسى. يعني بعد تقديم الحكومة الاستقالة وطلب ماكرون من رئيس الحكومة تصريف الأعمال ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة، ما هي السيناريوهات؟ يعني الطلب الذي تقدم به إيمانويل ماكرون لجابرييل أتال من أجل المواصلة في الحكومة أو حكومة تصريف الأعمال، هذا يعني بأننا أمام مرحلة ستطول لتشكيل الحكومة الجديدة، وربما تذهب إلى ما بعد مرحلة الألعاب الأولمبية المقرر أن تبدأ في 26 من الشهر الحالي. وخصوصا وأن اليسار الذي فاز بالمقاعد الأولى في هذه الانتخابات لم يتفق بعد على شخصية من أجل أن تكون رئيسة الحكومة في المرحلة المقبلة، وهو وعد بأن يقدم هذه الشخصية خلال هذا الأسبوع، لكن هذا شيء وتشكيل الحكومة شيء آخر، إذ أن تحالف اليسار الذي حظي ب 182 مقعدا وبالإضافة إلى 11 مقعد لليسار من خارج التحالف اليساري، هؤلاء لا يتمتعون بالأكثرية الكبرى من أجل تشكيل الحكومة، وبالتالي هم يحتاجون أيضا ل
أن يكون هناك بعض النواب إلى جانبهم من أجل تبني خطط ومشروع العمل خلال المرحلة المقبلة في داخل الجمعية الوطنية، للتذكير بأن الدستور الفرنسي لا يشترط بأن يكون هناك أغلبية مطلقة من أجل تشكيل الحكومة. هذا يعني بأن لليسار الحق بتشكيل الحكومة تماما كما حصل في السابق، يعني حكومة جابرييل أتال الحالية وحكومة تصريف الأعمال عندما شكلت لم تكن تحظى بالأغلبية المطلقة من أجل تشكيل هذه الحكومة، وبالتالي يمكن لليسار في حال أدى إلى يعني الحوار بينه وبين القوى الأخرى ولا سيما من هم يعني يتبعون اليسار داخل تجمع الرئيس، وبالإضافة طبعا بداية إلى اليسار الذين فازوا بهذه الانتخابات من خارج التحالف اليساري، يمكن لهم أن يحظوا بأكثرية من أجل تمرير المشاريع في داخل الجمعية الوطنية. نعم، أشكرك كل الشكر موسى عاصي مفد الميادين إلى باريس، كنت معنا من هناك. والآن إلى أخبار الاقتصاد في الظهيرة مع الزميلة مريم عثمان. مريم، مرحبا من جديد، تفضلي. شكرا لك أحمد. أهلا بكم. حذرت منظمة إنقاذ الطفولة العالمية من خطر الموت الذي يتهدد الأطفال في قطاع غزة بسبب سوء التغذية الحاد الذي يعانونه. وقالت المنظمة العالمية في منشور على منصة إكس إن سوء التغذية سيؤدي إلى فشل أعضاء الأطفال في غزة، وقد يتسبب بوفاتهم ولا سيما من هم دون 5 سنوات. ودعت إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع لإنقاذ الأطفال. إلى ذلك، يهدد انقطاع التيار الكهربائي المستمر في مستشفى كمال عدوان في بيت لهيا شمال قطاع غزة حياة عشرات الأطفال ويعرضهم لخطر الموت. ويتسبب الحصار بمنع إدخال إمدادات الطاقة ويؤدي إلى انقطاع الأكسجين والتهوية اللازمة للأطفال، ولا سيما أن المستشفى هو الوحيد الذي يقدم الخدمات للأطفال شمال غزة بعد استهداف الاحتلال معظم المنظومة الطبية. وتؤدي أزمة الوقود إلى انقطاع التيار الكهربائي وبالتالي وفاة بعض الأطفال في غرف العناية المركزة وقسم الحضانة للأطفال. زي ما انت شايف فيش عنا كهرباء في الجسم، مما بيؤدي إلى عطل في الأكسجين في المستشفى، وبالتالي في أطفال موجودة عنا أكسجين. وأزمة الوقود سببت عنا انقطاع التيار الكهربائي، وهذا مما أدى إلى نقص حاد عنا في تشغيل المستشفى، وأدى إلى أيضا انقطاع التيار الأكسجين والتهوية اللازمة للأطفال. انقطاع كبير في الوقود مما يؤدي انقطاع في التيار الكهربائي بشكل مستمر، مما يؤدي أيضا إلى وفاة بعض الحالات بسبب عدم توفر الوقود للأجهزة الطبية حتى تتم عملها. أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض أنه يبذل جهودا مكثفة لضمان النمو المستدام لقطاع الكهرباء، لكن ذلك يواجه تحديات كبيرة نتيجة الحصار الدولي والمحلي على هذا القطاع. وكشف فياض في حديث إلى صحيفة الديار اللبنانية أن المستشار الأمريكي آموس هوكستين ربط حل مشكلة استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر بتفاهمات مع الاحتلال حول الحدود الجنوبية ووقف إطلاق النار وعودة النازحين، ما يعني أن حل أزمة انقطاع الكهرباء بات إقليميا ودوليا. تراجعت الأسهم الفرنسية متأثرة بالنتائج المفاجئة للانتخابات التشريعية وانتصار اليسار. وانخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4%، فيما تراجع اليورو 0.2% منهيا سلسلة مكاسب استمرت أسبوع. وتراجعت السندات الفرنسية مع إضافة العائد على السندات لأجل 10 سنوات. وافقت شركة بوينغ على الاعتراف بالذنب في التآمر الجنائي للاحتيال على الولايات المتحدة، بعدما خلصت وزارة العدل إلى أن شركة تصنيع الطائرات لم تلتزم باتفاقية سابقة نجمت عن حادثتي تحطم لطائرة بوينغ 737 ماكس. وبموجب الاتفاق المبدئي مع المدعين العامين الفيدراليين الأمريكيين، تواجه بوينغ غرامة جنائية تصل إلى 487 مليون دولار، فيما ستكون
تكون ملزمة بإنفاق ما لا يقل عن 455 مليون دولار لدعم برامج الامتثال والسلامة الخاصة بها على مدار السنوات الثلاث المقبلة. قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أن حكومة بلاده تتخذ خطوات لتطوير الموانئ البحرية لتوفير أقصر ممر لدول المنطقة ولا سيما لدول آسيا الوسطى. وأشار شريف إلى أن باكستان يمكن أن تجني إيرادات بالعملة الأجنبية تقدر بمليارات الدولارات كل عام من خلال تحفيز التجارة البحرية من جانب دول آسيا الوسطى والصين ودول أخرى في المنطقة عبر الموانئ الباكستانية، مطالبا السلطات المحلية باتخاذ إجراءات فورية للاستفادة الكاملة من الموانئ. تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة بعد صعودها 4 أسابيع بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واحتمال تعطل إمدادات الطاقة الأمريكية بسبب العاصفة المدارية بيريل. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أي إلى 86 دولارا و42 سنتا للبرميل، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أي إلى 82 دولارا و88 سنتا للبرميل الواحد. ختام موجز الاقتصاد في الظهيرة، والآن العودة إليك أحمد وإليك يارا. إذن ومع أخبار رياضة نكون قد وصلنا إلى ختام الظهيرة، ودائما للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية الإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء. إلى اللقاء.